وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف دكتورة نجاة أبو الفتح، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. بعد التحية دكتورة، طبعا اليوم الحالات تتجاوز 3000 حالة، وهناك الكثير من التحديات التي تواجه الفريق الوطني وتواجه المجتمع بالمواطنين وأيضا بالمقيمين. ما هي الرسائل التي تودين أن توجهيها للمنشآت التي تم السماح بفتحها من قرار من الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا؟ وما هي طبعا الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها من قبل الزائرين لهذه الأماكن من المقيمين ومن المواطنين؟ سؤال خير. أولا أؤكد على أهمية التزام أصحاب المنشآت اللي تم السماح بفتحها من قبل الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا. نعم. ونعول على تعاون والتزام كافة القائمين على المنشآت بكافة الإجراءات، حيث تتواصل وزارة الصحة حملاتها التوعوية الإرشادية ووضع اللوائح والتعليمات الضرورية لتوعية أصحاب تلك المنشآت بأهمية الالتزام بالتعليمات ذات الصلة، مع التأكيد على مواصلة الحملات التفتيشية لرفع المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشير هنا إلى أن التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية يسهم في تعزيز حماية المجتمع من انتشار الفيروس، لذلك ينبغي على المسؤولين في هذه المنشآت التأكد من إبراز مرصاديها شعار المتطعمين والمتعافين باللون الأخضر في تطبيق مجتمع واعي. نعم. هذه طبعا للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وإبرازها من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في تطبيقات الهواتف الرسمية المعتمدة لديهم، والخاصة طبعا بإثبات الحصول على التطعيم أو إثبات التعافي. يتعين كذلك على الزائرين من الدول الأخرى أنهم يثبتون حصولهم على التطعيم من خلال إبراز بطاقة قبول شهادة التطعيم اللي يتم تزويدها بهم عند وصولهم لمملكة البحرين ويتم التحقق فيها في المنفذ. طبعا بالنسبة حق الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها من قبل المواطنين الزائرين حق هذه الأماكن، في البداية لازم يلتزمون بالاشتراطات الصحية وتحقيق الشراكة المجتمعية في مواجهة هاي الفيروس، من خلال أنهم التزامهم بالمسؤولية ومساعدة الفريق الوطني الطبي في تحقيق اللي يهدف إليه في مكافحة هذه الفيروس. طبعا من خلال أنه يتبع التعليمات الصحية، ومثل أهم التعليمات أنه طبعا عدم التجمع وضرورة اتباع معايير التباعد الاجتماعي، مع ضرورة عدم الاتصال بالآخرين من خلال يعني عدم المصافحة، عدم اصطحاب الأطفال، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة للتجمعات. ندعوهم كذلك بالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية مثل تعقيم الأيدي وغسل الأيدي بالماء والصابون. نعم. بشكل دوري، تنظيف الأسطح، استخدام المعقم بصورة دورية، لما يقصون أو يسألون طبعا لازم يغطون الفم، ويكون يستخدمون منادل ويعني منادل طبعا الخاصة بهذا الشيء، وتكون طبعا يتجنبون التجمعات وعدم لمس أي شخص إنه في عوارض أو أعراض مثل الحمى أو التعال. نعم. وطبعا إذا طلعت عليهم أعراض لازم يتصلون ب 444، وطبعا يلتزمون باتباع التعليمات اللي تعطى لهم. نعم. وطبعا ارتداء الكمامات هاي شيء ضروري ولازم، خاصة في الأماكن يعني في أماكن اللي هي العامة، ولما يكونون بالقرب من أصحاب اللي هي الأمراض المزمنة. نعم. طبعا تفضلي دكتورة. طبعا يعني احنا دائما ننصح الناس بضرورة اتباع يعني نمط حياة صحي عشان زيادة اللي هي مناعة الجسم، وندعو كذلك إلى طبعا أخذ التطعيم للأشخاص اللي إلى الآن لم يأخذوا التطعيم. نعم دكتورة نجاة أبو الفتح، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا على هذه النصائح والرسائل.